السلام عليكم، صباح الخير عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بألف خير. اليوم كيف ما كتشوفوا عندنا بلاطو ديال الحوت رمضان. كيف ما كنعرفوا كلشي الناس يبغوا الحوت، خصوصا الحوت مقلي. اليوم غادي نحضروه بزوج ديال الطرق. غادي نحضروه بطريقه بلديه وبطريقه روميه. الطريقه الروميه او الطريقه العصريه كيكون بهذا الشكل، كيكون مغطي بواحد الطبقه اللي مقرمشه واللون ديالها ذهبي، اللون ديالها كيشهي، والسمك من الداخل كيبقى رطب وكيبقى محافظ على الجودة ديالو وعلى المذاق ديالو. وغادي نحضرو معاه صلصة مرافقة، صوص طرطار اللي كتمشي مع الحوت مقلي وكيكون المذاق ديالها لذيذ وسهلة في التحضير. والطريقة الثانية طريقة البلدية، طريقة سهلة وبسيطة، كيجي المذاق ديال الحوت لذيذ حيت كنضيفو فيه واحد المكون كيخلي المذاق ديالو واعر بزاف. وما تنساوش كيف ما ديما اللايك والمشاركه، ونبداو على بركه الله. يلا ونبداو على بركه الله. بالنسبه لهاد زوج طرق غادي نحضروا، ممكن تستخدموا اي نوع ديال السمك، سواء سمك كبير او سمك صغير او ليفيلي ديال السمك، كاع الانواع ديال الحوت او ديال السمك غادي تمشي معاهم هاد زوج طرق. وفي هاد الفيديو غادي نفسر لكم مزيان كل نوع شنو هي احسن طريقه اللي غادي تمشي معاه. بالنسبه للسمك او الحوت اللي استعملت هنا، غسلته مزيان ونقيته، حيت لي الكرش ديالو او البطن ديالو ونقيته من برا. ممكن تزولوا له الراس او تخليه بالراس ديالو، هذا كيبقى على حسب الذوق ديالكم، لكن من الاحسن انكم تزولوا ليه الراس. بالنسبه للسمك الكبير كنزول ليه حتى هو الراس بهذا الشكل، وكنقطعوا القطع صغيره او قطع متوسطه اذا كان عندكم السمك الحجم ديالو كبير. هاد النوع كيتسمى بالروجي، وهو واحد من احسن الانواع ديال الحوت اللي كيكون المذاق ديالهم لذيذ بزاف واللحم ديالو كيكون واعر بزاف. بالنسبه للفيلي ديال الحوت غادي نقطعوهم لشرائح بهاد الشكل، وممكن تستخدموا اي نوع ديال الحوت اللي تيكون فيلي، او ممكن تاخذوا السمك اللي كيكون كبير وتمشيو عند مول الحوت غادي يقطع لكم الفيلي هكذا بهاد الشكل، بلا شوك بلا حتى شي حاجه بلا عظام. كنقطعوهم شرائح. وبالنسبه للتتبيله غادي نضيفوا غير شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار، ما تقووش الملح حيت مازال الخلطات اللي غادي نحضروا غادي يكون فيهم الملح، وحتى الحوت ما تيبغيش الملح بزاف. كنزيدوا شويه ديال الابزار حتى هو من الفوق. وغادي نبداو بالخلطه الاولى اللي غادي نحتاجوا فيها الدقيق. تقريبا استخدمت هنا واحد زوج كيسان ونص ديال الدقيق، وزدت عليهم شويه ديال الملحه. الملحه كيف ما قلت لكم ما تقويوش، اصلا الحوت ما كيبغيش الملحه بزاف. شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره او البابريكا سواء حلوه او حاره، هذا كيبقى على حسب الذوق ديالكم. وغادي نستخدم هنا مكعب واحد ديال الثوم، هذا كيبقى اختياري. عارف بزاف ديال الناس ما عزيزش عليهم هاد المكعبات ديال الثوم، لكن هذا كيبقى اختياري. بالنسبه لي انا كيعطي واحد المذاق اللي كيكون لذيذ بزاف مع الحوت. والمكون السري اللي كيعطي للحوت مذاق واعر هو هذا عشب الشبت او الشبت، كيتباع عند العطار والثمن ديالو كيكون رخيص بزاف. بالنسبه للحم والدجاج كنستخدموا معاهم الزعتر، الحوت كنستخدموا معاه الشبت او الشبت. غادي نخلطوا الخلطه ديالنا مزيان ونحطوها على جنب. هذه الخلطه غادي نستعملوها في الطرق بزوج. بالنسبه للطريقه الثانيه كناخذوا الدقيق حتى هو واحد زوج كيسان ديال الدقيق، كنزيدوا عليهم نص خميره ديال الحلوى. نص خميره ديال الحلوى، والنتيجه في الاخر كتكون واعره حيت كتعطي واحد القرمشه وكتعطي داك اللون الذهبي. كنخلطوا داك الخميره مع الدقيق ونزيدوا عليها شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره او البابريكا كيف ما قلت لكم حلوه او حاره، وشويه ديال الشبت او الشبت، شويه ديال البودره ديال الثومه اللي كتبقى اختياريه، بغيتو تضيفوها ضيفوها، ما بغيتوش عادي. وغادي نبداو نزيدو في الماء، الماء بارد هنايا، ما تكثروش الماء في الاول، كتبداو تزيدو غير بشويه بشويه وكتخلطوا بهذا الشكل حتى كتجمع عندنا العجينه هي الاولى. عاد كنبقاو نضيفو في الماء، فمن الاحسن انكم ما تكثروش وتبقاو غاديين غير بشويه بشويه حتى كتحصلوا على القوام المطلوب. ديما تخلطوا بخلاط يدوي حتى تتحصلوا على خليط بهذا الشكل، هذا هو الشكل والقوام ديال الخليط، ما كيكونش ثقيل بزاف وما كيكونش خفيف بزاف. وباش تجربوا وتعرفوا القوام ديالو صحيح كتحطوا صبعكم فيه، كتشوفوا غير طبقه رقيقه على الصبع ديالكم، ما تكونش طبقه غليظه وما تكونش العجينه لاصقه.
ونبداو بالطريقه الاولى، الطريقه البلديه اللي كدار لهاد النوع من السمك، سواء السمك الكبير اللي كيكون مقطع او السمك الصغير. المهم اي نوع ديال السمك كيكون مازال بالجلده ديالو وبالعدام وبالشوك اللي كيكون فيه، كتمشي معاه هاد الطريقه الاولى. كنغطيوه غير بالدقيق فحال هكذا، الدقيق فيه التتبيله اللي كتعطي مذاق لذيذ بزاف. كنواصلوا بنفس الطريقه حتى كنغطيو ديك الكميه كامله ديال الحوت اللي عندنا، وكناخذوا الزيت. الزيت ما يكونش سخون بزاف وما يكونش بارد، كنحطوا فيه القطع ديال الحوت ديالنا وكنقليوها قليان عادي، باش هكذا كنحافظوا على المذاق ديال الحوت او ديال السمك، كنحافظوا المذاق العادي ديالو، وكناخذوا النكهه من التتبيله اللي تبلنا بها هذاك الدقيق. نفس الطريقه بالنسبه لسواء السمك الصغير او السمك الكبير، حتى كيطيب مزيان وكيولي فيها الطبقه اللي كتكون مقرمشه وذهبيه من الفوق، وكيبقى السمك ديالنا محافظ على المذاق ديالو الاصلي وعلى الجوده ديالو. بالنسبه للطريقه الثانيه، قبل ما نستخدموا هذاك الخليط مباشره، كنزيدوا عليه شويه ديال الخل ابيض. الخل الابيض هنا غادي يساعدنا في اننا نحصلوا على ديك الطبقه الذهبيه مقرمشه وتكون منفوخه. كنزيدوا تقريبا غير معلقه ديال الخل وكنخلطوها مزيان، ولا لاحظتوا غادي تبداو تشوفوا ان واحد الفقاعات صغيره غادي تبدا تطلع في هذاك الخليط. كناخذوا لي فيلي ديال الحوت، هذه الطريقه الثانيه كتنجح مع لي فيلي ديال الحوت او لي فيلي ديال السمك اللي كيكونوا في هذا الشكل بلا عدم او شوك او جلد. كنحطوهم في هذيك الخلطه الاولى ديال الدقيق، نغطوهم مزيان ونرجعوا نحطوهم في الخلطه الثانيه بهذا الشكل، نغمسوهم مزيان حتى يتغطاو بالكامل، عاد نصفيوهم مزيان، تسقطروهم هنايا، حاولوا ما تخليوهمش يكونوا مغطين بواحد الطبقه اللي تكون سميكه، علاش داك الشيء قلت لكم الخليط ما خصوش يكون خفيف بزاف وما يكونش ثقيل بزاف. ملي كنسقطروهم مزيان كنرجعو كنحطوهم في هذيك الخلطه ديال الدقيق الاولى مره واحده اخرى، نغطيوهم بالدقيق بهذا الشكل. هذا هو الشكل ديالهم كيف ما كتشوفوا، كتكون طبقه رقيقه باش هكذا ملي يطيبوا في الزيت ما يتعجنوش، من بعد ما نحيدوهم من الزيت ما يبقاوش عندنا معجنين من الداخل. كنحطوهم في الزيت ديال القلي، نخليهم تقلاو تقريبا كياخذوا واحد 10 ديال الدقائق حتى 12 دقيقه، ما كيبغيوش الطياب بزاف باش ما ينشفش عندكم الحوت. ديما الحوت في الطياب، لا في الفران لا في القليله، في اي حاجه ما كيبغيش الطياب بزاف، حيت قد ما طاب قد ما كيكسح. وهذا هو الشكل ديالهم من بعد ما كنخرجوهم من الزيت. حاولوا فاش تكونوا طيبوا فيهم ما تخليهمش حتى يتحمروا بزاف في الزيت، حيت بعد ما كنخرجوهم مازال كيزيدوا يكملوا الطياب وكيحصلوا على داك اللون الذهبي المقرمش اللي كيكون جميل. بالنسبه للصلصه المرافقه اللي غادي نحضروا، غادي نستعملوا فيها شويه ديال الكورنيشون او ديال الخيار مخلل وشويه ديال البصله حمراء. اما كتقطعوهم بسكين القطع صغيره بزاف او تحكوهم بهذا الشكل، كتحطوهم في شي اناء ديال الخلط، وغادي نزيد عليهم هنا 4 المعالق ديال المايونيز وزوج معالق ديال الياغورت، ياغورت طبيعي من غير سكر، شويه ديال الملح، ما كنزيدوش الملح بزاف حيت المايونيز ديجا كيكون مالح، وشويه ديال الابزار وشويه ديال الشبت او الشبت، شويه ديال عصير الليمون تقريبا عصير ديال نص ليمونه، وكنخلطوا هاد المكونات كلها مع بعضياتها. وهذه هي الصوص اللي غادي نقدموها مع السمك المقلي. ديما هاد الصوص كتمشي مع السمك المقلي، اي نوع ديال السمك المقلي كتعطي واحد المذاق اللي كيكون لذيذ وفريش. وهكذا الصلصه موجوده عندنا، السمك مقلي موجود عندنا، طريقه التقديم كتبقى ديما على حسب ذوقكم. فنتمنى ان هاد الوصفه نالت اعجابكم، ما تنساوش تخلوا لي لايك وتشاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء، ونتمنى لكم رمضان مبارك سعيد وعواشركم مبروكه، ونلقاكم في الفيديو القادم ان شاء الله. نهاركم مبروك، السلام عليكم.